حريتي الحقيقية بتبدأ مع أكشن. الكاميرا بتديني إحساس عايزة أفضل عايشة. ليها هيبتها بس ما بخافش منها، بتخليني أعمل كل حاجة أنا عايزاها، أجرب كل جديد، أعيش كل تفصيلة. يلا يا جماعة فركش فركش، كلمة ناس كتير بتحب تسمعها بس أنا ببقى مش عايزة التصوير يخلص. مع أوبو أنت نجم الحكاية.